بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان Differentiable Functions in Metric Spaces. نجي إلى مفهوم المشتقة أو Derivative. نأخذ تعريف الآن. تعريف عندي F هي دالة الدومين مالتها هو الفترة AB, Range هو Metric Space, يمكن R أو غير R ما له علاقة به. المهم هاي الدالة تسمى Differentiable at a point C ينتمي للفترة AB إذا تحقق الشرط الآتي: إذا كان الليمت لما الX يقترب للC للاف اوف الاكس ناقص اف اوف السي على اكس ناقص سي اذا كان هذا الليميت اكزيست. اذا تحقق هذا الشرط فبهالحالة نقول الاف هي ديفرنشابل. طبعا مشتقة الدالة عادة يرمز لها اف داش اوف السي. طبعا مشتقة الدالة عادة يرمز لها مثلا اف داش اوف السي, احيانا نقول دي للاف اوف السي معناته الديفرنشابل, احيانا نقول دي اف للدي اكس اوف سي, وايضا ممكن نقول دي واي الى دي اكس عند النقطه لما اكس يساوي سي. هذه كلها ترمز الى الاف داش او الى مشتقه الداله. خلينا ناخذ هاي المبرهنه ثيورم. المبرهنه ايش تقول؟ تقول اذا كانت الاف هي فانكشن ديفايند on الفترة المفتوحة AB يعني الدومين مالتها and differentiable وقابلة للاشتقاق عند النقطة C اللي هي موجودة داخل الفترة AB then, فهنا نقول يوجد دالة مستمرة F star. هاي الدالة يوجد F continuous at C. بتحقق الشرطين الآتيين continuous at C with أولا الF star of C هو نفس الF dash of C, ثانيا هذا الشرط الأول, ثانيا تحقق لي هاي المعادلة اللي هي F of X ناقص F of C يساوي X ناقص C في F star of X لكل الاكس ينتمي للفترة A و B. هاي المعادلة كلش مهمة. هاي المعادلة هي تربط لي بين الاشتقاق والاستمرارية, يعني اذا كانت الاف هي قابلة للاشتقاق فاذا توجد دالة مستمرة تحقق هذا الشرط, اولا يساوي الاف داش اوف السي وثانيا تحقق هاي المعادلة. هذه الجانب الاول المبرهنة, وبنفس الوقت المبرهنة لها جانب ثاني. المبرهنة ايش يقول؟ يقول conversely, فيقول إذا وجدت F star واللي هي continuous at C وتحقق المعادلة واحد then الدالة F راح تكون differentiable at C والF dash of C يساوي الF star of C. بمعنى عندي دالة قابلة للاشتقاق عند نقطة C فإذا هي يوجد دالة مستمرة بحيث أنه ذني يساون بالC وتحقق المعادلة الثانية لما الX ما يساوي C. بعد عندي دالة مستمرة F star وتحقق هاي المعادلة فإذا الF راح تكون قابلة للاشتقاق وقيمة المشتقة مالتها هو نفس الدالة المستمرة. Proof. Suppose that بداية F is differentiable at C. طبعا C تنتمي للفترة A و B. هسه ايش اريد اثبت؟ اريد اثبت انه توجد دالة مستمرة تحقق لي رقم واحد واثنين. ابدي كما يلي. هسه بما انه الاف هي ديفرنشابل ات سي فهذا يؤدي الى انه الاف داش اوف سي شبيهة اكزيست.
هسه راح اعرف الدالة اف ستار. راح افرض ان الاف ستار بي ا فانكشن defined on AB as follows. F star of X أما يساوي F of X ناقص F of C على X ناقص C لما ال X ما يساوي C أو يساوي F dash of C لما ال X يساوي C. ال F star of X راح تكون مستمرة. ليش مستمرة؟ لأنه هي هنا شو وقت تكون دالة غير مستمرة؟ إذا كان المقام يساوي صفر عند النقاط اللي المقام بها يساوي صفر. تذكرون يعني هنا فارض لما الاكس ما يساوي سي فهي قيمتها هذا، ولما الاكس يساوي سي فهي قيمتها الاف ستار، وبالتالي دالة ما بها أي قطع راح تكون مستمرة. هي معرفة عند السي ومعرفة. فإذا أول شيء الاف ستار هي continuous، وإذا كان الـ X يساوي C فإذا الـ F star of C نفسيته هو F dash of C، وهذا رقم واحد. فإذا رقم واحد satisfies أو satisfied. زين لما الـ X ما يساوي C فإذا الـ F star of X إيش راح يساوي؟ راح يساوي الـ F of X ناقص f of c على x ناقص c. طبعا هذا ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي الى انه ال f of x ناقص f of c راح يساوي x ناقص c في f star of x. وطبعا هاي هي المعادلة اللي احنا ردنا نحققها لكل ال x for all x ما يساوي c. طبعا اذا كان x يساوي c فال x ناقص c راح يكون صفر، هاي الطرف راح يكون صفر وهذا الطرف راح يكون صفر، وبالتالي ايضا المعادله متحققه. فاذا هاي المعادله تحققت for all x ينتهي من فتره a b وانتهى البرهان. conversely هذي راح نفرض انه يوجد f star continuous at c، تحقق هاي المعادله انه ال f of ال x ناقص f of c يساوي x ناقص c في f star of x لكل ال x ينتمي للفترة a و b. المطلوب اثبات انه ال f is differentiable، وتحقق لي هذه الخاصية اللي هي ال f dash of c تساوي ال f star of c. انا ايش عندي؟ عندي هاي المعادلة f of x ناقص f of c يساوي x ناقص c في f star of x. طبعا هنا لما ال x ما يساوي c فهذا معناته انه ال x ناقص c ما يساوي صفر، وبالتالي ممكن اقسم عليه. فهذا راح يؤدي الى انه ال f of x ناقص f of c على x ناقص c راح يساوي ال f star of x. راح اكتبها بصيغه ثانيه، فهذا معناته انه ال f star of x راح يساوي f of x ناقص f of c على x ناقص c. الان راح اطبق الليمت لما x يقترب لل c على الطرفين. فاذا الليمت لما x يقترب لل c f star of x راح يساوي الليمت لما x يقترب لل c f of x ناقص f of c على x ناقص c. طبعا هذا حسب التعريف هذا هو عبارة عن ال f dash of c حسب تعريف ال f dash، وبالتالي فإذا ال f dash exists لأن قيمة الليمت موجودة. أما هنا أنا فمن نعوض بدل ال x c فراح يطلع عندي ال f star of c لأن الليمت من نطبقها، فبالنتيجة النهائية طلعت عندي تساوي ال f dash of c، وبالتالي فإذا المشتقة موجودة وتحقق لي هاي الخاصية as required.